شكون بالشخص اللي معون؟ حتى مشاهدين ينسي كيما كل ليله العشية والمعون في راس عقيلة. شكون باش يغسل المعون؟ أيا وينك يا العاطية يا البية، يا حاثقة يا صنافة يا المجدية، ربي خليني ليكم ويخليكم ليا، وإن شاء الله ربي قوي صعودنا ويستر كل وليا. قولوا آمين. يا وخيتي في رمضان السنة قديش تعد عليا، لا تفرهدت ولا خرجت ولا نعرف سهرية، في النهار القضية وشور الدار، وفي الليل المعون وحوست الكوجينة ونشمر على يديا، والراجل يعرف كين يلقى الماكلة حاضرة والقضية مقضية، وزيد في الليل يخليني ويخرج يصر في القهوة مع أصحابه وما يحسش بيا، بالكش يربوه حاطه في الدار، مهمته يطيب ويقضي في الصيام وفي الأفطار، تيراني لحم ودم يا ديني، يلزم يخرجني ويفرهدني ويدللني وفي تعب نهاري نسيني، وما فيها بيز زدا كان كلمة حلوة يقولي ولا عزيزتي ناديني، ولا لازمني كل مرة نمرجو باش نعملو كيما الكوبلوات الكل في سهرية ونخرجو، وزيد توا النص الثاني متاع رمضان تكثر فيه الحركة، تي حتى نخرجو نعملو قهيوة ولا دور على سقينا فيه البركة، مش هكا يا سي محدينا؟ تي ماك تعرف الواحد يرزن بعد شقان الفطر، رانا كنا صايمين. كان كي نقولك انا هيا نخرج وتولي لزين، اما كيف يبدا فما تروح رامي مع اصحابك ماذا بيك تشق الفطر في درجين وتخرج تجري تقول مش دراوين. والله لا جوست اللوج على اللمة، ماك تعرف راجلك نبدا تعب وفادد من جوجمة الخدمة. هاي وانا مانيش تابة في صحتي وبدنية وقضية الدار ولهوة الصغار حتى انا تفددني، دونك يلزم تخرجني وتفرهدني. باهي يا مرا باهي، الله لا يعطيني ما يغلبني، على مرة خرجت مع أصحابي باش تعمل لي محكمة وتحاسبني؟ تي موكي تدللني يا سي محدين، نقول هذا راجلي يحبني. آهو برا منكم نساء، بكلمتين تبيعوا الواحد في حوايج وتهزوه للخلاء، كيما قال هك الراجل سكر لي البرنامج يا سي علاء. وهي هي وجبتوا لثنية، الليلة أحلى تفرهيدة وأحلى سهرية باش يخرجني ويدللي ويحوص بيا. أكهو كملت قضيتي على بكري وطيبت فطوري باش نلقى وقت نجبد شعري ونحضر لبسي ونركح أموري، وشقينا الفطر وتعشينا والحمد لله شبعنا وتروينا، وتو السهرة تستنى فينا، ولبست لبستي والحطة حطيت وزينت وبرفنت وتقديت، تبارك الله عليا محليني محلزيني، اش خص كان جي ديما هكا؟ أما الله غالب قضية الدار عمرها ما تخليني، وسي واحد جينكي شافني ولا هكا هكا بيا، حتى هو عنده برشا عليا ما شافنيش مزينة ومكدودة كالبية، وخرجنا انا وياه ويده في ديا ومشينا القهوة في المنطقة السياحية، اما احنا قعدنا وبدأت حاجة تقلق فيا، القهوة فيها الف بنية وبنية امرأة وسبية، وتو الراجل يبدأ يغزر منا ومنا وميتلهيش بيا ليه، وبزهرنا الطاولة الوحيدة الفارغة اللي بقات جيت مقابلة طاولة أخرى فيها خمسة بنات، خلي يغزر لهم بركة ونفيق بيه الليلة نشومها عليه. يسي محدين فهمتني يا بنتي شبيك تسيح فجعتني، تفضل يا لله شبيك، شنو اللي سألتني نفهم فيك؟ ليه نحبك تتلهي بيا وخاصة عينيك في عيني. يا والله حويل توا هذه حكاية، هاني لهي بيك نحكي معاك ونسمع فيك. باهي وش بيك تخزر الغادي؟ تي على السيرفور باش النادي سيرفور. باهي خلي ناديلو، وهاني المرة هذه باش نعديلو، هما كان نشدو يخزر الوحدة فيهم الليلة يويلو، رجال آخر الزمان عينيهم كالرادار كي يخرجوا للشارع وحتى كي يتفرجوا في التلفزة في الدار، وبديت أختكم نتكتك كيفاش نعمل له تيست نكشفو بيه، نعمل روحي نهبط مت في ساكي ونهز راسي نشوفو وين يخزر بعينيه، وين أختكم هبطت راسي وهزيتو نلقاه بيبي بيدو، هاني فقت بيك تبيبي لها بيديك هانو ربي طاح فيك. يا مرا لباس أشقام عليك؟ أشقام عليا راني فيقة بالحكاية كلها، تبيبي لها ومن بكري بعينيك تخزر لها. يا والله فضيحة عملتالي يا بنتي، تلفت وراك التالي السيرفور النادي عليه يا بنت الناس. اشبيكم يا مسيو لباسة؟ كنا طلع السيرفور بالحق ويقف ورايا وفي الضو طبق. وفسدت السهرية والراجل قريب يقلب الطاولة عليا، وقمنا وروحنا وكل بنيتي تفرجوا فيا، وسي محجين ما حبش يسامحني وقعد منرفس برشا مني،
الله غالب، الغيرة والشك ساعات تجنني. في بالي باش نعملوا سهرية مزيانة وجو تحفون. قعدت كي نتبع في نظرات العيون وسي محدين يغزل لشكون. ناري عليك يا عقيلة ولا صادك المغبون، أرجع لحوست الكوجينة والقضية وشكون باش يغسل لك المعون؟ شكون باش يغسل المعون؟ شكون باش يغسل المعون؟